لك خالي انا ماني خايف عليه، هو ميت ميت، انا خايف عليك انت. لك خالتي مشان الله اسمع كلام خالك. لك لسه ما خلع اللي بده يهين ابو وضاح بكلمه، والله والله لا اطمر راسي بالتراب اذا ما باخذ بحقه من غريمه. وهلا لك خالي يا غريب، كون بين الحياه والموت بدك تبتلي فيه وتحط برقبتك قتيل وتنحبس لك 10 12 سنه؟ قولي علامتي. معلش خالي معلش، انا تعودت على الحبوس. والله وشو بدهم يقولوا العالم؟ قتل ابن خاله وهو ما له حاسس على شيء من الدنيا؟ تخسك يا وطه. بسيطه يا صفوان، الا ما يطلع من الخستخانه واعرف شغلي معه. لك الله يمد بعمرك لتشوف شو بده يصير فيك. صدقني يا خالي، اذا صفوان كتب له امر راح يتمنى الموت باليوم الواحد 100 مره. يا زكية حطي على راسك. تفضلوا أخي تفضلوا تفضلوا على هاي الأوضة. إيه بس هي أوضتي. من هلا ورايح هي أوضة صفوان، أوضتك صارت فوق. يبعث لي حما صفوان مقطوعة رجليها الحقة وفرحانة ولك مضروبة. لك أخوك له على الحالة ملموح بالخستخانة 3 أشهر. يعطيكم العافية أخي يعطيكم العافية. كتر خيركم. الله يسترك أخي، سكر الباب بطريقك. وين أمك؟ لك بالأوضة عم تتغندق وفرحانة ولك مضروبة. هاي اللي عم تتمسخري عليها بتكون أمك ولا نسيتي؟ بعدي من وشي. يامو يا يامو. شو؟ جبنا أخي من الخستخانة، ما بدك تشوفي؟ مالك شايفتيني مالي فاضية؟ مالك شايفتيني شو عم ساوي؟ بعدين بعدين يا مو هذا ابنك حبيبك لك وحيدك. ابني مين ابني؟ لك صفوان يا مو. تذكرته يا ربنا. مو هيك يا ربنا يا ربنا يا امي. قومي تقبريني. قومي قومي تقبريني. تعالي تقبريني. تعالي لا تخافي امي، هذا صفوان. اهلين يا امي. فوتي تقبريني فوتي. عادي يا امي هون عادي بشمي عادي. عادي والله اشتقت لك. يا بنتي. اعطيني ايدك بوسه يا امي اعطيني اياها. يا امي وفيقة قالت لي انك مرضاني. خير طمنيني شو عم بشعي؟ شلونها؟ الحمد لله يا أمو الحمد لله. شلونها أمك وأخواتك؟ إن شاء الله.
هيك يعني. شبكي يا ابو؟ انت مو ابوها ل ل ل لهي اللي وفيها شبه امك؟ مثل ما انك شايف. شو يعني؟ الا على هالحاله 3 أشهر مضيعه وما انا عرفانه حدا فينا. وفيها انت قلتي لي انه امك كانت مريضه لهيك ما كانت تجي على الخستخاني، بس ما قلتي لي انه صاير فيها هيك. لكن شو بدي اقول لك اخي؟ رفعت قبرني، ارفعني على اجريك خليني ادهن لك ياهن مثل ما قال لك الحكيم. ارفع حبيبي. لا 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 يا ما شو لا شو لا 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 خلص والله يا ابو الفخر انه ما عم تنشف تمتها، وانا بعمل حالي ماني دريان، بس بيني وبينك قلبي ناطف على شوفته، صار لي 3 أشهر ما شفته. لك يا ابو ياسين ابنك مو لحاله بالغوطه، كل اولادنا هنيك، بعدين 3/4 شباب الشام صاروا هنيك، انت بس ادعي له الله ينصرهم. الله ينصرهم ويكون معهم. بس يعني هي كل شباب الحارة عم يجوا، ليكو ابن ويلاتي شحوكي قاعد بالقهوة. ايه بس ابنك وابني وابشومان مطلوبين للداخلية، ما بيصير يجوا لهون هنيك عمل له. أب فخري أنا دريت إنك عم تروح لعنده، إيش كان هالحكي مزبوط كرمال النبي، طمني على ابني ياسين. أب ياسين منين جبت هالحكي أنت؟ أنا ما عم أروح له. إيدي على راسك بصلاة محمد ما عم تروح لعنده. حسبي الله ونعم الوكيل. ايه عمي عم اروح، بس هذا الحكي بيني وبينك. ها سرك كبير، بس ايش كان رحت لعنده خدني معك، بدي اطمن على ياسين. لا 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 مين الحرمينك يا ياسين؟ تعرفش شيء؟ هي ام صفوان الله يستر عليها ويكون بعونها، جنت على ابنها لما شافته مقطوعين رجليه. لا حول ولا قوه الا بالله. لعن ابوكم نلونان. يا صفوان لا 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 شو مين يحكوا على البيت واضربوه انتوا التربيه؟ انت كمان. لا الله يسامحك. لا تعال محجوب، تعال تعال خذها لبنت عمك سنه بيتها خلصنا يا رب يا رب اغفر لي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. يلا لا من اليوم ورايح لازم اتعلم اتوضى لحالي. امك وين؟ نايمه بالاوضه. مين؟ جيناكم يا اهل الدار، جيناكم كبار صغار، جينا وما لقيناه